ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والسلام على عبده الذي اصطفى، ولا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد ما زلنا مع شبهات المبتدعة في توحيد العبادة، وهذا كما قلت الباب باب عظيم جدا، ولا بد من إظهاره، لأن البدعة قد تمكنت وأطلت برأسها ثم اعتلت، ثم بعد ذلك أرادوا سحب الناس جميعا إلى هذا المعتقد، وأن الجميع يعني لا بد أن يركنوا إلى هذا الفكر ولا يردوه ولا يقف أمامه ولا يعاودوه، ووجب السمع والطاعة. والآن خرج علينا من قال تصريحا بأنه يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم بتفريج الكروبات وقضاء الحاجات، والسؤال أن يسام صريحا عن ذلك. وهذه المسألة مسألة عظيمة، هذا باب 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 أعظم مما يكون. لذلك قلنا أن الكلام على المذهب المبتدع في الدعاء والاستغاثة والاستعانة بغير الله جل وعلا، تكلمنا عن الدعاء بالنسبة لأهل السنة والجماعة، وأن الدعاء عبادة، بل هو من أجل العبادات، يظهر فيه المرء يعني ضعفه واستكانته وحاجته لربه جل في علاه، فيظهر الاستكانة والتضرع والمسكانة، صدق العبودية يظهر في ذلك. ولا دعاء إلا لله جل في علاه، ولا يجوز دعاء غير الله، والاستعانة لا تكون إلا بالله، والاستغاثة لا تكون إلا بالله، والسؤال لا يكون إلا لله جل في علاه، إلا ما جاء الشرع بإباحته، كما أتينا بذلك بضرب الأمثلة الكثيرة، أنك يمكن أن تستعين بغيرك فيما يقدر عليه، ويكون حيا حاضرا قادرا. لعموم قول الله جل في علاه، فاستغاثه الذي هو من شيعته الذي من عدوه فوكز موسى فقضى عليه، فهنا وجدناه حيا حاضرا قادرا على ما طلب منه. غرض المقصود مسألة الاستعانة والاستغاثة هي نقطة فاصلة أيضا بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلال. ملخص في تخطيط الأمر في الاستعانة والاستغاثة عند أهل السنة والجماعة وعند أهل البدعة والضلالة، ثم نتكلم على ما عند القوم من ضلالات في مسألة الاستعانة والاستغاثة، ثم الشبه التي عندهم يسمونها أدلة، وهي شبه كما سيأتي نبينها ونفندها، وكل شبهة بإذن الله نرد عليه. أهل السنة والجماعة عندهم أول شيء في الأمر قضية الكون الكبرى، قضية توحيد الله جل في علاه وتحقيق التوحيد، لأنه لا نجاة إلا بتحقيق التوحيد، ولأن المرء مرهون نجاته بتحقيق التوحيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما أردف معاذا خلفه وقال معاذ ثلاثا، لفت انتباهه إلى ذلك وقلبه استفرغه من أجل أن يحوي ما يقال، قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وقال الله تعالى: الذين امنوا ولبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. فالامن التام والهدايه التامه مع التوحيد التام. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، لما قالوا يا رسول الله واينا لم يظلم نفسه، قال النبي حفظكم الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذاكم الم تسمعوا قول الحكيم لابنه: يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. فهو تحقيق قضية الكون الكبرى وتوحيد الله جل وعلا بتعظيم الله، ومن من 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 اساليب تعظيم الله جل وعلا، ومن اسباب تعظيم الله او من صور تعظيم الله جل وعلا، ان يظهر العبد فقره ومسكنته وحاجته لله جل وعلا، يقول بلسان حاله ولسان قاله ولسان مقامه، وان يقول: انا تكلمت عنه، نعم، كان مفتي الجزائر رامي رحمة الله عليه، تكلمت عنه، نسأل الله أن يسكنه فسيح الجنات. فنقول تعظيم الله جل في علاه بأن يظهر المرء صدق عبوديته بفقره واستكاناته وأيضا حاجته إلى ربه جل في علاه، تعظيما لله في هذا. قال: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمت. وايضا عندما قال موسى: ربي اني يعني يعني الامر من امور الدنيا لي فاستحي ان ادعوك، فقال او اسالك، فقال الله تعالى: سلني ملح طعامك وعلف بهائمك.
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انقطع شيء استعناء على أحدكم فليسأل الله جل في علاه. فأنت صدق العبودية تظهرها بالتضرع والدعاء. فمن تعظيم الله جل في علاه هو إظهار كما قلت إظهار صدق العبودية مع الفقر التام مع الاستكانة مع تعظيم الإيواء إلى الله جل في علاه تضرعا ومسكنة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سأل الله ليستسقي كان يرفع يديه إلى الأعلى حتى يظهر بياض إبطيه. لما قال استسقي لنا وقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا كان يرفع يديه حتى يظهر إبطيه. ومن ذلك عند أهل السنة والجماعة فهم يرون بأن الاستغاثة والاستعانة والدعاء لا يكون إلا بالله جل في علاه. قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أنا وحدي وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حين كريم يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما صفرا. والاستغاثة قال الله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. آمين آمين رضاك يا عبد الرحمن حفظك ربي. والاستعانة إياك نعبد وإياك وإياك نستعين. فالاستعانة والاستغاثة والدعاء لا يكون إلا لله جل في علاه بالتضرع والمسكنة وإظهار الفاقة وإظهار الفقر وإظهار الحاجة والإعواز. ومن تعظيم الله جل في علاه حرمة جعل الوسائط بينه وبين عباده. فيحرم أن تجعل وسيطة بينك وبين الله جل في علاه. إن الله جعل لك بابا تدخل منه وتلج منه سريعا ويقوى لك أن تصل إلى ربك جل في علاه. ولذلك قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. ولما دخل حسين على النبي صلى الله عليه وسلم قال كم تعبد؟ قال أعبد سبعة ستة في الأرض واحد في السماء. قال من تجعل لحاجتك؟ قال الذي في السماء. فقال أسلم. ومفاسد جعل الوسائط بين الله وبين عباده أولا مخالفة التشريع. الله تعالى لم يشرع لنا أن نجعل وسيطة بيننا وبينه. ولذلك قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال من لم يسأل لا يغضب عليه. وكان الحديث هذا فيه كلام لكن حقيقة الأمر في هذا الباب أن جعل الوسائط بيننا وبين الله جل وعلا لم يشرعه الله جل وعلا بل ومنه عنه. قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان. أنا مع عبدي ماذا كان وتحركت في شفته. ولذلك قال وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله جل في علاه. فحرمة جعل الوسائط بيننا وبين الله جل في علاه هذا من تعظيم الله فعكسه لا يكون تعظيما لله جل في علاه. وهناك مفاسد عظيمة من جعل المرء وسائط بينه وبين الله. أولا مخالفة التشريع الله لا يمشي على ذلك. الأمر الثاني سوء الظن بالله جل في علاه يعني كأنه من لوازمه تشبيه الخالق بالمخلوق وأنه لا يقبل أي أحد إلا أن يأتي بمن يشفع له أو يأتي بينه وسيطا يكون له القرب منه أو الكلمة عنده. فلذلك لا يقبل أي أحد إلا بالوسيط. هذا سوء ظن بالله جل في علاه. وقد قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي فلذوني بما شاء فإن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله. فمن حسب أن الله تعالى لا يقبله إلا بوسيط وإلا بشفيع فقد أساء الظن بالله جل في علاه. وهذا من فعل المنافقين الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. ومن ذلك أيضا مشابهة أهل الكفر بأن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون في الله ذلك يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم يرون بأن الله جل في علاه يعني لا يقبلهم ولا يقبل دعائهم ولا يقبل منهم صرفا عدلا إلا بالوسائط. وأيضا من اللوازم الباطلة الفاسدة لاتخاذ وسائط بين العبد وبين ربه جل في علاه فيها أمر جلل حرج الله منه ألا وهو التفات القلب لغير الرب. التفات القلب لغير الرب التلغام جيد جدا. الناس جميعا بتقول التلغام جيد. فهنا الكلام بأنه جعل الوسائط يجعل بينك وبين الله جل في علاه يعني إذا جعلت وسائط بينك وبين الله جل في علاه فهو سبيل. شوف من لوازم الباطلة أيضا سبيل إلى التفات القلب لغير الرب. والتفات القلب لغير الرب شرك وسيلة للشرك. قال الله تعالى إن الله يحول بين المرء وقلبه وقال
وقال ابن عباس بسند صحيح قال إذا قال القائل لولا البط لسرق السارق فقد أشرك، لولا البط لسرق السارق فقد أشرك، التفات للسبب. وقد قال الله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وأيضا قد قال الله تعالى وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. فإذا هذا الأمر هو الحفاظ على القلب حتى لا يلتفت لغير رب جل في علاه. نعم ألا يلتفت القلب لغير الله جل في علاه، لا يلتفت للسبب. نعم وحديث لا تقول ما شاء الله شئت، قال ولما قال لقال وما يعصيه ما قال بئس خطيب الأمة أنت أجعلتني الله ندا. فمن اللوازم الفاسدة لجعل الوسائط بين العبد وبين ربه جل في علاه هو التفات القلب للوسائط، التفات القلب للأسباب. ولذلك شوف الله تعالى قال إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. هنا الاستبشار بوجود الملائكة يقاتلون معه. قال الله تعالى وما جعله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله، حتى لا يلتفت القلب على وجود الملائكة والنصر، الملائكة كانوا معنا، لا القلب لا يلتفت إلا لله، تهذيب القلب لأن لا يلتفت إلا للرب جل في علاه. وهذه من المفاسد العظيمة في جعل وصايد بين الله وبين عباد، إهدار لتعظيم الله جل في علاه، مخالفة للتشريع، سوء ظن بالله، مشابهة لأهل الكفر، التفات القلب لغير الرب. الخامس وهو المهم جدا من اللوازم الباطلة أيضا الغلو في الوصايد. ما دمت جعلت وصيت بيني وبين ربي جل في علاه لابد الغلو فيه. إذا جعلت الأنبياء أو جعلت الأولياء فإنه سيكون الغلو فيه، وهذا الذي حادث الآن في مسألة النبي صلى الله عليه وسلم والتوسل به. قال يا أكرم الخلق مالي سواك، نعم من ألوذ به عند حلول الحادث العامي. قال ومن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. دي ده لازم الخامس في مسألة جعل الوصايد بين الله وبين العبد. يبقى الغوث يا بدوي، مدد مدد يا محمد، الله الله يا حسين، أو يا حسيني يا حسيني يا حسين يا محمد، هذا هو جعل الوصائد بينه وبين الله جل في علاه كما قلنا فيها ما فيها من الأبواب التي تنشر الشرك أو وسائل الشرك. أما أهل البدع والضلالة فعندهم تعظيم الله جل في علاه بتعظيم أوليائه وتعظيم أنبيائه، وهذا حق، لكنهم هنا التعظيم تعظيم إيش؟ تعظيم بغلو. جنى رضي الله عنك حياكم الله، رفع الله مقامك، امين حفظك رب. تعظيم التعظيم هنا، وهذا التعظيم تعظيم بغلو، لا يعظم، يقولنا من تعظيم الله تعظيم الانبياء وتعظيم الاولياء وتعظيم الائمه، وهذا حق، التعظيم حق. قال تعزروا وتوقروا وتسبحوا بكره واصيلا، وتوقروا التوقير والتبجيل، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. لكنهم في التعظيم هنا يسالونه من دون الله، ولذلك خرج عن الخارج وقال يجوز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وده كلام السبكي وكلام الحصن الدمشقي وكلام محمد علوي الملكي من المتأخرين، هذا كله سنبينه لكم. فهو عندهم أن التعظيم لا، أولا عشان ننصف القوم لا يعتقدون في العطاء والنفع والخلق والإحياء والإماتة، يعني في الوسائط لا، لكنهم شوف الوعورة التي وقعت فيه، الوعورة وسبب الوعكة التي هم فيها. هم كما قالوا بأن الله جل في علاه جعل الأنبياء وصايت والعلماء أيضا وصايت، لأن الوكيل ينزل منزلة الأصيل، جعل الأنبياء وصايت بينه وبين عباده. فهو هنا يقول كما أنهم وصايت في التبليغ فهم وصايت في قضاء الحاجات، هذا القياس، هذا الذي جرهم إلى هذه الهوة الصحيحة. قالوا كما جعلهم الله وصايت بينه وبين عباده في البلاغ فهم وصايت أيضا بين الله وبين عباده في قضاء الحاجات وسد الخلات وتفريج الكروبات. نعم وطبعا عندهم في هذا الباب يقولون الاعتقاد في الله جل في علاه هو الخالق الرازق المدبر، ما أحد قادر على العطاء وعلى المنع وعلى الخلق وعلى الإحياء وعلى الإماتة إلا الله جل في علاه. ويقولون أنتم عندكم بلاهة، نحن لا نعتقد أن الذي يعطي ويمنع هو الرسول أو يخلق، لا أبدا، لكن نعتقد أن به يحدث ذلك، أن به، قلنا هذا ابتداء في سوء ظن بالله جل في علاه كأنه لن يحدث إلا بوسيط،
شبهتم الخالق بالمخلوق، وهذا لازم اللوازم الباطلة أنتم لا تلتزمونها. وهم جعلوا كما قلت جمع كما اعتقدوا بأن الأنبياء والأولياء وسائط بين الله وبين عباده في الرسائل وفي التقريب إلى الله جل وعلا، قالوا هم وسائط أيضا في تفريج الكروبات وقضاء الحاجات. ثم عللوا بذلك وقالوا هذه ليست بشرك وليست بعبادة، الاستغاثة والدعاء والاستعانة ليست بعبادة، وسيأتي الشبهة التي يتمسكون بها. لكن يجب علينا الآن أن نقول الصورة قد وضحت، الصورة قد وضحت لما يستغيثون بالأنبياء، لما يستغيثون بالأولياء. كما قلت هم يرون بأن الوسائط في البلاغ هم وسائط أيضا في قضاء الحاجات، وهذا أول منزلق لهم، لأن هذا سوء ظن بالله جل وعلا، كأن الله لا يقبل دعائهم وتضرعهم إلا بهؤلاء الوسائط. لذلك تراهم يقولون مدد يا نبي، وما وجدنا أحد من الأئمة الكبار ولا وجدنا أحد من قول خير الثلاثة قال بذلك، ويقولون الغوث يا محمد، الغوث يا محمد، الغوث يا حسين، ولم نرى أحد من الأولين والمتقدمين قال ذلك أو فعل ذلك. لذلك هم أتوا بأمر بدعة، وهذه البدعة وسيلة للشرك، من وسائل الشرك، ويقولون بأن الاستغاثة والاستعانة ليست عبادة، ليست عبادة. وقولنا الغوث يا بدوي هذا على باب السببي، على باب السببي. طيب أنا ننقل لكم كلام القوم، وهو فظاعة فظاعة كلام القوم في هذا الباب، وتجهيل من ينكر عليهم، تجهيل من ينكر عليهم التنفير، وأيضا بل وصل الأمر إلى السب والشتم، بل الكلام في الأعراض في هذا، أنهم يخالفونهم ويبينون أن هذه العقيدة عقيدة خريبة، عقيدة منحرفة عن عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، عقيدة منحرفة عن عقيدة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، عقيدة منحرفة عن العشر المبشرين بالجنة، عقيدة منحرفة عن سعيد بن المسيب، عن عبد الله، عن سالم بن عبد الله، عن القاسم، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، هذه كلها عقيدة منحرفة عن هؤلاء، عقيدة منحرفة عن عقيدة الإمام الشافعي، الإمام أحمد، الإمام مالك، الإمام حنيفة، عقيدة الإمام حنيفة. فحقيقة الأمر في هذا الباب أنهم انحرفوا انحرافا كليا في هذا الاعتقاد، وسنبين بكلامهم نبين ذلك. وهم في هذا الباب كما قلنا من اللوازم أنهم شابهوا أهل الكفر، ولو لم يكن في التأصيل الشرعي إلا حرمة التشبه بأهل الكفر في مسائل الاعتقاد لكفى. قال ليس منا من تشبه بغيرنا، وهذا على التعميم وأقواها إذا كان الأمر الذي سيكون سبيلا إلى التشبه بهم في الاعتقاد، بجعل الوسائط. وإلا قد وصل اليهود إلى أن قالوا في الأمر على عزير نسبه لله ولدا، والمسيح نسبه أيضا لله ولدا. أقول إخوتي الكرام، يعني بعد ما قال القوم، قال ابن الحاج في المدخل يقول في فضل زيارة القبور ومن آداب زيارة القبر قبر النبي ثم توسل بالأنبياء. هم طبعا يقولون الاستغاثة أن تقول الغوث يا محمد، يقولون نتوسل به ليغيثنا الله جل وعلا، يعني يتخذون محمدا وسيلة لأن يغيثهم الله جل وعلا. لو تنزلنا وقلنا نعم الغوث يا محمد هذا لم يرد، وهذا استغاثة بحي، استغاثة بميت ليس بحي حاضر قادر، فإنها لا تجوز. يقولون اتخذناه وسيلة، يعني جعلوه توجه، يجعلوه توسل، يجعلوه استعانة، والاستغاثة والاستعاذة كلها من باب التوسل، فجعلوها سببية، وأنه به الله تعالى يعطي ويمنع ويرفع ويخفض به بشفاعته يعني. فقال ثم توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى الله في قضاء حوائجه، ويستغيث بهم ويطلب منهم الحوائج، ولا سيما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يخيب من استعان به أو استغاث به، فإنه قطب دائرة الكمال وعروس المملكة، فمن توسل به أو استغاث به أو طلب منه حوائجه فلا يرد ولا يخيب. والزائر يشعر نفسه أنه واقف بين يديه صلى الله عليه وسلم كما هو في حياته، إذا فرق بين موته وحياته في مشاهدته لأمته ومعرفته بأحوالهم ونيتهم وخواطرهم، وذلك جلي عنده لا خفاء فيه. شوف هنا كما قلنا والقوم سقطوا في مسألة قياس الغيب على الشهادة، والموت على الحياة. قال فإنه لا يخيب من استعان به أو استغاث به، فإنه قطب دائرة الكمال وعروس المملكة. شوف الكلام،
طال والزائر يشعر نفسه أنه واقف بين يديه صلى الله عليه وسلم كما هو في حياته، إذ لا فرق بين موته وحياته في مشاهدته لأمته. شوفوا انظرونا، أنا أتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم انتقل، مات النبي يزعجهم جدا أن نقول أنه مات. قال الله تعالى: وما محمد رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وقول تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، إنك ميت وإنهم ميتون. فالنبي مات. يقولون فرق بين موته وحياته مشاهدة أمتي، هذا في نظر، والحديث ذلك أيضا متكلم فيها. وإن عرضت الأعمال عليه، هذا مجال غيب، تسلم له ولا تقيس عليه. أنت تعرف شيء عن الغيب؟ الحياة البرزخية ماذا تعرف عنها؟ ها، ماذا تعرف عنها عشان تقيس عليها؟ ماذا تعرف عن حياة البرزخية حتى تقيس عليها؟ فانظر الكلام، قال: والفرق بين موتي وحياتي في مشاهدة الأمتي. قلنا البوم شاسع، الفرق واسع، والذي فرق بينهما بين الموت والحياة الله جل في علا. ولذلك عتبهم وقال: أمام محمد رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقبكم، ومن ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيئا. ويقول القاضي علي بن عبد الله الكافي السبكي مقررا مشروعية الاستغاثة بالنبي في قبره، وادعى الإجماع على ذلك. يا للهول، اعلم أنه يجوز ويحسن التوسل والاستغاثة والتشفع بالنبي إلى ربي سبحانه وتعالى. فكما قلنا هم يجعلونها بأسرها شفاعة توسلا يعني. وجواز ذلك من الأمور المعلومة لكل ذي دين، المعروفة من فعل الأنبياء والمرسلين وسير السلف الصالحين والعلماء والعوام من المسلمين، ولم ينكر أحد من أهل الأديان ولا سمع في زمن من الأزمان. وهذا عجيب، وهذا في كتاب علي السبكي في كتاب شفاء السقام. يقول حصني، وهذا قضية واحدة، الحصني هذا اللي هو شرح كفاية الأخيار علامتنا مشجع، هذا قضية واحدة. والرجل يعني عنده أمور، يعني غفر الله له، عنده كتاب يعني ملأه بالسب والشتيمة والتنقيص من شيخ الإسلام تيمية، بل والتنفير والاتهام بالفجور والفسوق وأيضا الكفران، جرأة ليست بعدها جرأة. وهذا طبعا كله لو حارت عليه لهلك، ونسأل الله أن يغفر له. فملأ الكتاب بالتفسيق والتبديع لشيخ الإسلام ابن تيمية. يقول: والاستعانة بالنبي صلى الله عليه وسلم واللواز بقبره، شو أعوذ بالله، واللواز صدق اللجأ لدفع الضر وجلب المنفعة، اللواز والعياذ. يقول: من أعظم الأسباب الموجبة لحصول المطلوب والمراد أن الاستغاثة بالنبي واللواز بقبره والاستعانة به كثير على اختلاف الحاجات. وقد عقد الأئمة بابا وقالوا: إن استعانة من لاذ بقبره وشكى إليه فقره وضره توجب كشف ذلك الضر بإذن الله تعالى. شوفوا انظر، يعني يذهب فيكشف له الحال، يقول: إني فقير، إني ضعيف، إني محتاج، ها، لاذ بقبري واستعان به، نسأل الله العفو والعافية. ثم ذاك يدعوه من دون الله جل وعلا: اقضي حاجتي، وأيضا يستعيذ به أو يستعين به ويستغيث به، وإن كان المقصد بذلك أن يكون واسطة بينه وبين الله. هذا في هذا، حتى في هذا الاعتقاد قد ضلوا فيه، لأنهم أساءوا الظن بالله جل وعلا، وجعلوا أنه لا بد أن يكون هناك واسطة بين العباد وبين الله حتى يقبلهم كالحاجب الذي بين العباد وبين القاضي مثلا، أعوذ بالله. وهذا تشبيه للخالق بالمخلوق. ثم قال عن المانعين الذين يمنعون التوسل بالنبي، يمنعون الاستغاثة بالنبي، يمنعون الدعاء النبي. قال: رماهم، هو يعني أشار إلى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه فاجر، ورماه بالبهتان والزور، وأنه من أخبث الناس. قال: وأنه من أخبث الناس طوية، وأنه لا اعتقاد له، في كتابه هذا الموسوم بدفع الشبه. دفع الشبه عن الرسول وعن الرسالة. لذلك ترى أنه يجعل الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم في معنى التوسل به والتشفع به. فالمقصود بالاستغاثة الغوث يا بدوي، الغوث يا محمد، أن يكون وسيلة في حصول طلبي، يعني الله يقبل منه حتى يعطي. قلت هذا فيه إساءة ظن بالله جل وعلا،
بأن الله لا يقبل إلا أن تجعل وسيطا بينك وبينه. وأنا أقول لكم من فعل ذلك؟ هل النبي أمر بذلك؟ أمر الأعمى قال فادعوا، وقال 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 إن شئت صوت إن شئت دعوت لك، مش تجعلني وسيطا، دعوت لك. ولذلك جاءت المرأة السوداء التي تقوم المسجد، قالت يا رسول الله ادعو الله لي، فقال إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. قالت أصبر ولكن ادعو الله ألا أتكشف، الخبيث يتكشفني. ويقول أسوق فيه شفاء السقام، فصح أن يقال استغثت بالنبي أو استغثت النبي، استغيث بالنبي بمعنى واحد، وهو طلب الغوث منه بالدعاء ونحوه على نوعين سابقين. يعني يقول الغوث الغوث يا نبي، يعني يستغيث بالنبي، يعني أن النبي يدعو له عند ربه، يشفع له عند ربه. استغاث به وسيلة، استغاث به وسيلة. لو تنزلنا معك بأنك الاستغاثة عبادة لا تصرف إلا لله، جهلت أنت ذلك والذي عندك أنك لا تفرق بين الإلهية والربوبية. فالاستغاثة بذاتها عبادة لا تحتاج إلى اعتقاد. فمن استغاث وصرف العبادة لغير الله جل وعلا وقع في ضحض المذل، وقع في الزلل، وقع في الشرك أو وسيلة الشرك. يعني وجهة النظر عند القوم أنه يقول الغوث الغوث يا محمد، يعني استغيث بمحمد، استغثت محمدا، استغثت بمحمد وسيلة عند ربي ليغيثني. عليك السلام يا دكتور، وسيلة من أجل أن يعني أن يغثني ربي جل وعلا. نتنزلنا معك أن الغوث الغوث يا محمد، أنتم ما قصدتم به العبادة ولا هو عبادة أصلا، لكنكم قصدتم بذلك أن محمدا نعم تستغيث به يغيثك بأن يكون وسيلة إلى ربك ليزيل همك وأيضا يدفع كرمك. هذا الذي عندهم، وهذا والله خلط في هذا الباب. أولا الخطأ من وجوه ثلاثة، الوجه الأول الاستغاثة ذاتها عبادة، عبادة، والقاعدة العامة كل عبادة ثبتت بالشرع بأنها عبادة صرفها لله توحيد، صرفها لغير الله شرك. أما تقول يا غياث المستغيثين أغثني، هذا لله جل وعلا، وهذا صحيح لك ذلك، لأن النبي قال إنه لا يستغث بي، أو نهيه صريح إنه لا يستغث بي، إنما يستغث بالله. والحديث فيه بعض الكلام لكن معنى صحيح له روايات كثيرة في هذا المعنى. وقد قال الله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، فاستجاب لكم. والاستغاثة التي أظهرها الشرع وأقرها هي استغاثة صاحب بني إسرائيل بموسى، فاستغاث الذي من شيعته الذي من عدوه فأخذ موسى فقضى عليه، فهو استغاث باستغاثة بحي حي حاضر قادر. وهذه الشروط ثلاثة الاستغاثة المباح، بعد ذلك كل ذلك شرك، فهو وسيلة للشرك. وقلنا هنا الآن لما تتخذ وسيلة الغوث الغوث يا محمد، يلتفت القلب لمن؟ لمحمد. وقد التفت القلب لمحمد يا أكرم الخلق، ما لمن من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، ومن جودك الدنيا وضراتها، ومن علومك علم اللوح والقلم أو غلو. وصل لما جعلناه وسيطة، وصل به التفات القلب غير الرب جل وعلا والغلو فيه. وقد قال لا تتروني كما أطرت نصارى ابن مريم، قولوا كما أطرت نصارى ابن مريم، قولوا عبد الله ورسوله، قولوا عبد الله ورسوله. وأيضا يقول القسطلاني كما قلنا الاستغاثة به هو من باب التوسل به، يعني يطلبون الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم والشفاعة عند الله جل وعلا. ويقول القسطلاني في المواهب واعلم أن الاستغاثة كما قلنا الاستغاثة عبادة مستقلة لا تحتاج إلى اعتقاد، صرفها لله توحيد، صرفها لغير الله شرك. هم يقولون ليست عبادة، ليست عبادة هذا الدعاء والنداء، ما هو عبادة، عبادة. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. القسطلاني في المواهب يقول واعلم ان الاستغاثه هي طلب الغوث، ممتاز، او السين والتاء للطلب، الاستغاثه طلب الغوث، فالمستغيث يطلب من المستغاث به ان يحصل له الغوث منه، فلا فرق بين ان يعبر بلفظ الاستغاثه والتوسل والتشفع او التوجه او التجوه أو التوجه، لأنها من الجاه والوجاهة، معناه علو القدر والمنزلة. كأنه يقول لما يستغيث به هو بيطلب منه أن يدعو ربه ويشفع له عند ربي في هذا الباب. وقلنا هذا فيه ما فيه، الأولى بأن الاستغاثة عبادة مستقلة
فصرفها لله توحيد، صرفها لله شرك. وإذا قلنا بأنها استغاثة أنه يقول النبي أدعو الله لي لأنه لا يعتقد إلا في الله جل وعلا، قلنا اتخاذ الوسائط هذا من فعل أهل الجاهلية، ما نعبدهم لا يقربون إلى الله زلفا. والأمر الثالث المهم جدا أن اتخاذ الوسيط يلتفت القلب لغير له، فيلتفت القلب للسبب، يلتفت القلب لغير الرب، يلتفت القلب لغير الرب. ويقول ابن حجر المكي ولا فرق بين ذكر التوسل والاستغاثة والتشفع والتوجه به صلى الله عليه وسلم أو بغير من الأنبياء، والاستغاثة طلب الغوث أو طلب الغوث أن يغيثه، طلب الغوث، الاستغاثة هي طلب الغوث، فالاستغاثة طلب الغوث، والمستغيث يطلب من المستغاث به أن يحصل له الغوث من غيره. وهذه كما قلت لأنهم لا يعتقدون في النبي بل يعتقدون في رب النبي، وهذه لهم أنهم لا يعتقدون النفع والضر والعطاء والمال، لكن كثير من العوام بعدما دخلوا في هذه الشبكة فإنهم أشركوا بالله جل وعلا واعتقدوا في النبي ما لا يعتقد إلا في الله جل وعلا. وإن كان على منه فالتوجه والاستغاثة به وبغيره ليس لهما معنى في قلوب المسلمين غير ذلك، ولا يقصد بهما أحد منهم أحد منهم سواه، والمستغاث به في الحقيقة هو الله تعالى. وأما النبي فهو واسطة بينهم أجلها الإمام ابن حجر المكي في الجوهر المنظم قد أجلاها وبينها في هذا الباب، وأنه الغوث يا محمد يعني يجعلونه واسطة بينهم وبين الله جل وعلا، يعني نستغيث بدعائك لربك أن يغيثنا. وقلنا هذا أيضا مخالف لما كان عليه أهل السنة والجماعة، وأن الاستغاثة بذاتها عبادة، فصرفها لغير الله شرك وصرفها لله توحيد. يقول البكري إن الاستغاثة به بعد موتي ثابتة ثبوتا في حياتي، لأنه عند الله في مزيد دائم لا ينقص جاه. شوف هنا أو القوم أوتوا بقياس الغيب على الشهادة، أو بقياس الشهادة على الغيب، بقياس الغيب على الشهادة. والإلحاق، والإلحاق ممنوع، ولأنه في يعني في الغيب، هو الآن إذا مات كان في حياة أخرى غير هذه الحياة، فكيف القياس عليه وهي حياة برزخية. ويقول وهذا القضاعي في تقليد الاستغاثة أيضا بالنبي في قبره قال من موجبات تنزل الرحمة أن تستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن الاستغاثة به صلى الله عليه وسلم من موجبات تنزل الرحمات وسرعة قضاء الحاجات. ويقول أيضا إن زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء الصالحين ونداء الأنبياء والاستغاثة بهم والتوسل بهم إلى الله تعالى وما يتعلق بهم كالتوسل والتبرك بأثارهم وقبورهم ومجالسهم ونحوها من أقوى الأسباب التي وضعها الحكيم العليم لاجتلاب البركات واستنزال الرحمات واستجابة الدعوات وسرعة قضاء الحاجات. والله ثم بالله وتالله بل هي مجلبة لإمطار الحجارة عليكم من السماوات، هي مجلبة لإمطار الحجارة عليكم من السماوات، لأنكم بذلك فتحتم الأبواب على مصاريع في وسائل الشرك. يقول أيضا القضاء يقول إن التوجه إليه ونداء وإن التوجه إليه ونداءه بقول يا محمد والاستنجاد به لا شركا ولا حراما ولا مكروها ولا خلاف الأولى حتى، بل ذلك أفضل في الأدب من الربوبية أشد اجتلابا للرحمة واستنزالا للقبول. وهذا كلام باطل، شوف كلام باطل، يعني هو يقول أن التوجه للنبي صلى الله إلى التوجه ونداء النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد الغوث الغوث يا محمد هو استنجاد به ليس شركا ولا حراما ولا مكروها خلاف الأول، ولأنهم يرونه سببا. وقلنا هذا السبب هل شرع الله؟ فكل سبب لم يشرع الله سببا لم يكن، لا يكون سببا ولا يعمل به، لأنه سيكون وسيلة للشرك. ويقول الزهاوي مثبتا أن عموم العلماء قد جوزوا الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، قال وقد جوز أجلة العلماء الاستغاثة والتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبالجملة فأطلق لفظ الاستغاثة على من يحصل منه غوث ولو تسببا وكسبا، أمر نطق به اللغة وجوزه الشرع. وهذا أيضا فيه مردود عليه وسأتي فيه الشبه، ونقول حتى لو اللغة في هذا الباب أنه لو استغاث كمن دعا كمن نادى
على ما تقولون، لكنه كما قلنا هذه الاستغاثة أو هذا الدعاء أو هذه الاستعاذة عبادة بلسان الشرع، عبادة عبادة لابد أن توضع في موضعها. فقولهم الغوث الغوث يا محمد، هذا لا يمكن أن يكون إلا صرف الاستغاثة لمحمد، وليس كذلك، والغوث لا يكون إلا بالله. هو نفسه قال إنه لا يستغاث به، إنما يستغاث بالله جل في علاه. وقال العليمي في كشف الارتياب على أوجه الاستغاثة أن على وجوه ثلاثة، قال أن الدعاء والاستعانة والاستغاثة بغير الله جل في علاه على ثلاثة أوجه. يقول استغاثة بغير الله ابتداء، قال استغاثة لا تكون إلا بالله، إنما يستغاث بالله، إنما أسلوب حصر وقصر، إذ تستغيثون ربكم. ويقول الاستغاثة بغير الله جل في علاه لها ألوان ثلاثة. الأول أن يهتف باسمه مجردا، بأن يقول يا محمد، يا علي، يا عبد القادر، يا حسن، يا حسين، يا آل البيت، يا أولياء الله. انظر هذا الاستغاثة، يعني يقول بأن الدعاء والاستغاثة بغير الله تعالى يكون على وجوه ثلاثة. الأول أن يهتف باسمه، الثاني أن يقول يا فلان كن شفيعي عند الله، ده أهون، هذا أهون، وهو ده المطلوب، أنه يقول له أدعو الله لي، يا فلان كن شفيعي إلى الله في قضاء حاجتي، أو أدعو الله أن يقضيها. وطبعا هو لا يسمعك ولا يعلم عنك شيئا، وهو يحتاج لدعائك لا أن تكبله، ولكن الأنبياء طبعا لا. وأيضا نحن لا نقول هي عبادة ولا جوز، أيضا مضايقة، يعني هي عبادة، ونقول لا يجوز بحال من الأحوال التمرير في أمر العبادة للاستغاثة والدعاء لغير الله جل في علاه، أن الدعاء نفسه عبادة، لا يجوز تمريره بأن نقول أنه من باب السببية، بأنه يقول استشفع النبي، استشفع بالنبي، أو استغاث النبي، استغاث بالنبي، على أنه جعله وسيطة بينه وبين الله جل في علاه. قلنا المشركون جعلوا الوسائط بينهم وبين الله جل في علاه، وقالوا ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى. القول الثالث أن تقول يا فلان اغضي ديني، اشفي مريضي، أو انصرني على عدوي. شوف هذا ظاهر جدا في الطلب من غير الله، بالله أجيبوني، أنا أترك لكم دقيقتين وأنا أقول لكم أي هذه الثلاثة توافق الشرع أو ثلاثة تخالف الشرع. شوف هنا الاستغاثة، قال الاستغاثة ولا دعاء غير الله أو الاستغاثة بغير الله لها وجوه ثلاثة. أن يهتف باسمه مجردا، كأن يقول يا محمد، يا عبد الله، يا عبد القادر، يا أولياء الله، يا أهل البيت، يا حسن، يا حسين، وجوزه العاملي، جوزه. الثاني أن يقول يا فلان كن شفيعي إلى الله في قضاء حاجتي، أو أدعو الله أن يقضيها. وهذا أيضا يعني فيه ما فيه، لأنه يخاطب أموات والأموات لا يسمعون. الثالث أن يقول يا فلان اقضي ديني أو اشفي، هذا صريح في أنه قال له اشفي مريدي، وهذا والله الشرك بعين والكفر بعين، وهم لا يرون ذلك، يرون أن الكل جائز. قال وليس في شيء من هذه الوجوه الثلاثة مانع ولا محظور، فضلا عما يوجب الإشراك والتكفير. فانظر أخي الكريم هنا كيف يدخلون على الناس، وهو يقول اقضي ديني، اشفي مريدي، انصرني على عدوي، يقول هذا من باب السببية، أنه دعاه وقال له اشفي مريدي، يعني كن سببا في شفاء مريدي، كن وسيلة لشفاء. هذا الذي عنده، وحتى بهذا الفهم الذي يقولونه، يعني هناك من كفرهم كفر أكبر في هذا الباب، وإن كنا لا نرى ذلك، لكن هذه وسيلة للشرك. أنت تخاطب ميتا وتتوسل بميت ولم يشرع الله هذا التوسل، وأنها عبادة، وأنت تقول ليست بعبادة، هي عبادة، طلب الدعاء والاستعانة والاستغاثة عبادة. وكما قلنا الأصل في ذلك على ما يعتقدون، قلنا لا نعتقد أنه يعطي ويمنع، قلنا صرفتم عبادة غير الله، وصرف العبادة غير الله كفر أكبر. هل ينطبق عليكم ولا ينطبق؟ أنا طبعا السورة التي تقول عليها شرك أصغر، أنه يذهب يقول يا محمد أدعو الله لي أن يعطيني، يا محمد أدعو الله أن يشفيني، الثانية. لكن يقول له يا محمد اشفيني، يا محمد اقضي ديني، اشفي مريدي، انصرني على عدوي، هذا كفر أكبر. هم يقولون لا، لأنه ليس عبادة أصلا، فالاستغاثة به واستغاثة به على أن يكون وسيلة، الاستغاثة به على أن يكون وسيلة، هذا الذي يدخله على الناس. ويقول محمد علي المالكي
في تقرير أن الاستغاثة أيضا ليست من الشرك إلا إذا اعتقد المستغيث أن المستغاث به مستقل في فعل الإغاثة، لكن لا يرونه يعني يكون خالق رازق معطي مانع. قال لا يكفر المستغيث إلا إذا اعتقد الخلق والإيجاد لغير الله. طالما لا يعتقد انتهى. طب ما هذه عبادة، صرف العبادة لغير الله جل وعلا، وصرف العبادة لغير الله كفر، لأن الله قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يعبدوني أنا وحدي. وقال علو الحداد ينبغي لهم في هذا الوقت من الحوادث التي حدثت في الصلم في الدين، الصلم في الدين باعتقاد العامة قول بدعي أن الاستغاثة شرك، فالعالم والمقتدي به ينبغي له أن يظهر الاستغاثة ليقتدي به. العالم يستغيث ومن حوله يستغيثون. طبعا الكوثري الضال يقول لابد لأهل السلوك والرشاد من التوسل والاستغاثة والاستمداد بأرواح الأجلة والسادة الأماجد أو الأمجاد، إذ هم المالك لأزمة الأمور في ذلك المراد. والنبهاني هنا بين لنا جل عقيدة القوم. النبهاني جل لنا عقيدة القوم حيث يقول بأنه الاستغاثة بالأنبياء لأنهم جمعوا بين واسطتين، واسطة تبليغ الرسالة وواسطة قضاء الحاجات ودفع المهمات. فيقول وقد عظم الله تعالى أنبياءه وأصفياءه فعظمناهم لأجله، فالتعظيم في الحقيقة راجع إليه سبحانه وتعالى، وقد جعلهم سبحانه وسائط لنا في تبليغ شرائع دينه فوسطناهم له عز وجل لقضاء حوائجه. طيب هو جعلهم وسائط وأمركم إيش؟ أمركم بالسمع والطاعة والاتباع. هل هو أيضا قال جعلهم وسائط لقضاء الحاجات؟ ائتونا بأثارة من العلم، ائتونا بأثارة من العلم أو فعل صاحب من الصحابة فعل ذلك. أوجدتم أحدا ذهب فاستغاث بقبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو وجدتم أحدا استسقى بقبر النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء؟ قال وقد جعلهم الله وسائط لنا في تبليغ شرائع ديني فوسطناهم له عز وجل لقضاء حوائجنا، تبعا له في توسيطهم لنا في تبليغ شرائع، واحتقارا لأنفسنا على أن نكون أهلا لطلب الحوائج منه سبحان الله سبحانه وتعالى بلا واسطة لكثرة ذنوبنا. كلام عجيب. الشيطان طلب من الله وأعطاه الله جل وعلا. حسن البصري يقول لا يمنعن أحد منكم ما يعلم من نفسي ألا يدعو الله جل وعلا، إن الشيطان قد دعا وقد استجاب الله جل وعلا. تقول بكثرة ذنوبنا هذا تلبيس عليك يا عبادي. قال ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. والذين لا يدعون مع الله إلا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا بالحق ولا يزنون ما يفعل ذلك يلقى أثاما ويضاعف له العذاب يوم القيامة يخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هم قتلوا وزنوا وأكثروا واستجاب الله جل وعلا. تقول نحن ذنوبنا تمنع الاستجابة فنجعل واسطة، يقول بأثارة من علم. قال سلني ملح عجينك وعلف بهيمك. وكانوا يتواصون هؤلاء الضلال بأن يأتي الطالب والمريد إلى قبره فيستشفع به ويتوسل به ويستغيث به. نشرك لأنهم لا يرون هذه عبادة، لا يرونها عبادة. يقول الشعراني في طبقاته وقال سيدي محمد رضي الله عنه، فقال سيدي محمد في مرض موتي من كانت له حاجة فليأتي إلى قبري ويطلب حاجته أقضيها له، هو اللي يقضيها أقضيها له. انظر الكفر. فإنما بيني وبينكم غير ذراع من تراب وكل رجل يحجبه عن أصحابي ذراع من تراب فليس برجل. وقال أحمد زين دحلان قد صرح كثير من العارفين أن الولي بعد وفاته تتعلق روحه بمريديه فيحصل لهم ببركته أنوار وفيوضات. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال ممن صرح بذلك قطب الإرشاد سيدي عبد الله بن علوي الحداد، فإنه قال الولي يكون اعتناؤه بقرابته واللائذين به بعد موته، اللائذين به نعوذ بالله من غضب الله، اللائذين به بعد موته أكثر من اعتنائي بهم في حياتي، لأنه في حياتي كان مشغولا بالتكليف وبعد موته طرح عنه الأعباء والتجرد والحي في خصية وبشرية، وربما غلبت إحداهما على الأخرى وخصوصا في هذا الزمان فإنها تغلب البشرية والميت ما فيه إلا الخصوصية. فأقول الكوثري الولي في الدنيا كالسيف في غمدي، فإذا ما تجرد منه فأكون أقوى في التصرف، ميت بتصرف أكثر، التصرف أكثر عند الموت. وكلام القوم كثير، وهذا كله يدلك
على ضلال وقعوا فيه، وهذا الضلال أنهم سووا بين الله وبين خلقه، عندما هذا من لازم طبعا، عندما قالوا إن الله لا يقبل الدعاء إلا بواسطة، كالملوك لا يقبلون الكلام إلا بقريب أو شفيع أو حاجب يوصل لهم ما تريدون، مع أن الله فتح الأبواب على مصراعيه وقال إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فتجرعوا على الله وتجرعوا على رسوله بهذا، ويعني إن طلبناهم قالوا عندنا أدلة. وطبعا معنى الأدلة عندهم هي الشبهة التي يتمسكون بها، هي الشبهة التي يتمسكون بها. وأنهم قالوا، أول الشبهة أنهم قالوا تعالوا نتكلم في المسألة، الاستغاثة ليست بعبادة، الاستغاثة ليست بعبادة. وقالوا أيضا عندنا أدلة أخرى، وهي أن الصحابة استغاثوا بالنبي، دخل رجل وقال هلك الأولاد والأموال أدعو الله أن يغيثنا، فقال اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا، فأغاثهم بالمطر على ما سيأتي مع الأدلة الأخرى في ذلك. لو في أسئلة تفضلوا، لو في أسئلة تفضلوا. صراحة القوم فيهم تشويش كبير جدا، وهناك من يلومنا يقول هذا الخلاف قديم، وإن الخلاف أصلا كان موجود، يعني أنتم ستأتون لتنهوا الخلاف؟ لا، نحن أتينا لا لننهي الخلاف، بل لنظهر الحق ونبطل الإيش الباطل، لا سيما أن الباطل صار عاليا الآن، كلمته مسموعة ودخل على كل البيوت، والباطل الآن يتمكن يعني كعسيب النحل مكنوا له، فلازم الحق يظهر، لازم حتى يقال حتى يقرأ وجاء الحق وظهر زهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم، فإن الهموم بقدر الهمم، إن الهموم بقدر الهمم، إن الهموم بقدر الهمم.